دلوقتي احنا عندنا مشكلة. انا زوجي كان العقيد هشام رفعت الحسيني، او كان ساعتها المقدم هشام رفعت الحسيني مفتش مباحث القصير. نعم. استشهد في 4/5/2011. نعم. كان اول ضابط شرطة يستشهد في الشرطة. نعم. بعد الثورة. نعم. بمعنى ان ساعتها كانت الداخلية كلها كانت بتتهم ان هي في انفلات امني وان الناس مش موجودة. ودخل في الساعة 3 الفجر ورا بلطجية وعارف انه هيموت. من يوم في احنا فوجئنا بس امبارح من يومين. احنا طبعا كان لنا مطالب وكنا عايزينها، كان نفسنا انها تتحقق. نعم. كان لنا حق عند الدولة، عند البلد. نعم. فوجئنا من يومين ان اقرار قانون في مجلس الشعب بصندوق رعاية أسر الشهداء، شرطة وجيش ومصابين. بس المشكلة ان القانون ده لما طلع قال ابتداء من اقرار الدستور 1/2014. 18 يناير 2014. ايوه تمام. أيوة. انت يعني مش عارفه هو يرضي مين، مش قادر اقول غير كده، يرضي مين الكلام ده؟ الناس اللي انا يعني لولا شهداء الشرطه والجيش والمدنيين اللي قبل 2014 ما كانش طلع دستور 2014. صحيح. وما كانش، معلش يعني الناس، ما كانش بقى في ثوره، ما كانش بقى في بلد، ما عملناش 30/6، ما كانش بقى في بلد. نعم. ما كانش في عندنا بلد. نعم. احنا فرحنا وجينا يعني قلنا على الدستور. نعم. نعم. لما لقينا في حق الشهيد. حق. نعم. الشهيد مين؟ اللي مات. نعم. مش اللي لسه هيموت. نعم. يعني المفترض ان الدستور جاي عشان يجيب حق الشهيد. طبعا. اللي كان موجود ساعتها. نعم. هو ده حقنا اللي احنا جايين بنطالب بيه. اذا كان يرضي، مش عارفه اقول نكلم مين بصراحه، اذا كان يرضي البلد كده الناس كده ما تقلقوش هيرضينا. ما تقلقوش، انا هسمع برضو حضرتك وبعدين هقول له. اتفضلي.